السلام عليكم، كده لاباس عليكم؟ شو تعاودوا كده مع الوقت كده مع الدنيا توحشتوني من شويه المناعه ديالي قليله، هذاك الشيء علاش الشيء كي داير. الحمد لله الحمد لله على كل حال. كي دايرين؟ انا درت لكم هذا ميني فلوج. شنو نقول لكم؟ الحمد لله على كل حال كما تنقول، وترحب بكم تنموت عليكم. ويلا سبتوني هانتوما، يلا سبتوني جلست، ومنها بغيت نشارك معكم واحد ميني فلوك ان شاء الله بقدرة سيدي ربي. يلا سبتين عن ندير شي حاجة اللي دي قسم الله نتيني اللي قسم سيدي ربي. خديت هذا نديرو هو وهذا سميتو الخبيز، خديت هذا الخبيز هذا تا هو نتيني، وقلت منها نشارك معكم واحد ميني فلوك على قد الحال توحشتكم، واخا ما طولت عليكم ما بنتش عندكم. وشكرا للناس اللي ساندوني، والناس اللي تكتبوا لي كومنتات زوينين، والناس اللي تحبوني كاملين. الله يجازيكم بخير، الله يحفظكم ليا ويستر اموركم، يعطيكم ما تتمنوا ويفتح في وجهكم ونور طريقكم ويعطيكم ما تتمنوا. الله تبارك الله عليكم، شو الكومنتات ديالكم وش الناس الطيبين كاملين تحبوني تحترموني. الله يجازيكم بخير، الله يطول في عمركم. كان ما كنتم انتم ما نكونش انا، الله يخليكم ليا ونور طريقكم وتنحماق عليكم. واللي تيصور فيها واللي تيقول لي رقمي الواتساب، راه تحطكم في اي فيديو فوق اول 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 هذا ديما تحطكم في الفيديو في الرقم ديال التليفون ديالي ديما تحطو لكم. وشكرا للناس اللي ساندوني، شكرا للناس اللي يكتبوا لي كومونتير زوين، شكرا للناس اللي تقول عبد الحميد ما تبكيش، راه الوقت والزمان اخوتي والحمد لله. ساندوني اخوتي، عطاكم الستر، الله يرحم والديكم. بارطاجيو معايا، لا طلعت لي قناه انا نقدر ندير منها كل شيء ونحقق كل امنيات ديالي. والله يجازيكم بالخير، ان شاء الله انا معكم طاقه ايجابيه، والله الفرجه من عنده، فوت امر الله. كما تنصلي في هذاك الفجر وتنطلب سيدي ربي وتنقول الحمد لله هذا الشيء مفضل سيدي ربي، الحمد لله الحمد لله على كل حال. وتنحماق عليكم يا احلى متابعات ومتابعين، خليكم ليا وراكم عزازي وغاليا، والله يرحم والديكم. وانا عارفكم سانديني وعارفكم تنبقى فيكم. كاين اللي ما تنقاليش الجهد، كاين اللي تيبارطاجي معايا، كاين اللي تيدير لي لايك، كاين الكومونتير، يعطيكم الستر ويخليكم ليا ويحفظكم ميماتكم ويحفظكم وليداتكم ونور طريقكم يا ربي ويستر اموركم. صلوا على رسول الله، ما نطولش في هذا الميني فلوك، ان شاء الله ندير لكم قصاور وتنموت عليكم والامهات ديالي وخارج الوطن وداخل الوطن، حتى الحاجات الحاجات كاملين اللي تيبغيوني العزاز ليا، حتى الحاجه ديال فرنسا اللي صرفت فيها الخير الله يجازيها بالخير، نكال الخير هو الحرام، نكر الخير هو الحرام، ما نكرش خيرها حتى هي وقفت معايا وسعدتني وقفت معايا الله يجازيها بالخير، وقلبها طيب وديما واقفه معايا وديما مسنداني الله يجازيها بالخير. واحد السيده من كندا حتى هي، كل الامهات اللي تكتبوا لي كومونتير زوين واللي تيديروا تعاليق زوين واللي تيساندوني سواء ماديا ولا معنويا، الله يخلف عليكم، الله يجعلكم في ميزان حسناتكم ويستر اموركم. والحاجه في فرنسا راك عزيزه وغاليه وغتبقى في القلب، وديما خيرك سابق فيا وتاش فوق راسي، ونكال الخير هو الحرام كما تنقولها ديما تنقولها سواء بكلمه طيبه سواء بدعم سواء بلايك سواء كومونتير سواء بارتاج سواء بابل، الله يجازيه بالخير. وشكرا لكم، ما نطولش عليكم، يلاه سبتيني هان درت هادي ودرت هاد البيتزا هادي كنت دايرها البارح ما طيبتهاش، وهادي بغيت شتي اخوتي ما صبت ما ناكل، الله من القدر باش ما قسم الله عاد نبقى نطيب وعاد هذاك الشيء. يلاه الله يخليكم ليا وترحماق عليكم، خليو لي كومونتيرات ديالكم واللايكات ديالكم، صلوا على رسول الله وترحماق عليكم، راكم عزازين وغاليين، راكم قلبي، وكان ما كنتو نتوما ما نكونش انا، كان ما كنتوش نتوما ما نكونش انا. جزاكم الله خير، والله يطول في عمركم ويستر الله اموركم، وصلوا على رسول الله. كل شيء في كومونتير نصيب في الكومونتيرات، صلوا على حبيب الله سيدنا محمد احسن كلمه، صلوا على حبيب الله وصلوا على سيدنا محمد. وتشفوا راسي وتنحماق عليكم، والله يرحم ميمته ويرحم أمة محمد، والله يشافي كل هو مريض، والله يحقق لكم كل أمنيات ديالكم، تنموت عليكم. وتحياتي من خارج الوطن وداخل الوطن، الله يحفظكم ليا.